السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم التعليمية الأول. واليوم مع بوليسي وحيد بيغا بوليسي وحيدولو أسر لي المسيح حول التلوث الماء مع غرشم كل شيء للسنة الأولى مطور بوليسي وحيدولو بوليسي وحيدولو إي مونجوغوز مي كال سون سي كوس La pollution de l'eau n'est causée par d'abord l'éponge usée, des eaux usées, ensuite les marées noires, enfin les rejets des bateaux, rejets des bateaux. Donc il faut protéger la terre. La pollution de l'eau. La pollution de l'eau est un danger et dangereuse, mais quelles sont ses causes? تلوث الماء خطير لكن ما هي أسبابه؟ La pollution de l'eau est causée par أسباب تلوث الماء هي d'abord des eaux usées أولا مياه الصرف الصحي ensuite les marées noires. ثانيا تسرب النفط. Ensuite, enfin, les déchets des bateaux, nifayat soufan. Donc, il faut protéger la terre. إذن يجب أن نحمي الأرض. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.